الجهل والكفر والزور، أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور. الجهل والكفر والزور، أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم وأشرق الوحي في موسمه الثاني وفي حلقته الرابعة مع آية من آيات سورة النساء. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية علمية من الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، وبرعاية مباشرة ودعم من مكتب تبيان جدة. يسعدني أن أستضيف في هذا اللقاء أخي الفاضل أستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. فحياكم الله دكتور مساعد وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دكتور مساعد. سنستمع وإياكم والإخوة المشاهدين والمشاهدات إلى تلاوة هذه الآية الكريمة، ثم نعود بعد ذلك للحديث عن سبب نزولها وهداياتها بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. يدعو جميع البرايا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، بعد أن استمعنا لهذه الآية الكريمة من سورة النساء الآية الثانية بعد المئة. وهذه الآية يذكر لها بعض المفسرين كالقرطبي وابن كثير وابن عاشور أن لها سبب نزول، وسبب نزولها هو ما رواه أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبرائيل بهذه الآية بين الظهر العصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية. هذا هو سبب النزول لهذه الآية المباركة. وقد أشار وقد ذكر على أنه سبب نزول الإمام القرطبي وابن كثير وابن عاشور. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الدكتور مساعد
حياكم الله يا دكتور مساعد للتعليق على هذا السبب وموقف بعض المفسرين من كونهم لم يعدوه سببا لنزول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هو الواضح ان بعض المفسرين نص فقط على انه سبب نزول، نعم، وبعضهم ذكر الحديث ضمن تفسير الآية، نعم. والحقيقة ان طريقة معالجة المفسرين خاصة المتقدمين لمثل هذه الأخبار وإرادها في الآيات يعني فيها جانبان. في الجانب الأول، نعم، يعني جانب تاريخي، نظر إلى كونه حدث تاريخي حدث وله علاقة بهذه الآية. فإذا كان مجرد نظر على أنه حدث تاريخي له علاقة بهذه الآية من وجه، فهذا لا يلزم أن يكون سبب النزول مباشر، بمعنى أنه نظر إلى معنى الآية ونظر إلى هذا الحدث فربط بينهما في توافق بين معنى الآية بين معنى ودلالاتها الآية وبين الواقعة وبين الواقعة، نعم. فهذا الربط الأصل فيه هو أنه من قبيل إيش؟ الرأي. لكن يعني هو تفسير، هو تفسير، نعم، هو تفسير. لكن آخرون يرون أنه في مثل هذا المثال أنه لا، هو سبب النزول. طبعا من أين نستشف سبب النزول؟ نستشفه من طريقة إرادة إيش؟ الأثر نفسه، نعم. ولهذا قال فنزلت، نعم، يعني أنه كان في إشكال عندهم في قضية كيف سيصلون والمشركون أمامهم ووقت مسايفة، أنه المشركون يريدونهم على حال غرة، نعم. فنزل جبريل بهذه الآيات، فإذا واضح أن نزول جبريل بهذه الآيات في هذا الموطن كأنه إشعار بماذا؟ بالسببية، نعم. فالذين حكوا السببية أو نصوا عليها أخذوه من هذه القرينة، نعم، القرينة التي في ماذا؟ في هذه القصة. والآخرون الذين ذكروها دون أن يعني ينصوا على سببية النزول لا يعني أنهم لم يعتدوا بها سبب نزولا، سبب النزول كالطبري والبغوي، نعم، وابن العربي، إيه؟ وابن عطية، لكنهم نصوا عليه على الحديث، نعم، وأوردوه. لكن عدم إرادهم لعبارة السببية لا يعني عدم اعتدادهم بماذا؟ بسببيتها، بل بالعكس نقول إن إرادهم لها في يعني في تفسير الآية هو مشعر بقبولهم لهذه السببية، أقل ما فيها كما قلنا قبل قليل لأن تكون من باب إيش؟ من باب التفسير، نعم، سواء كانت من باب التفسير أو باب السببية لا يؤثر الموضوع، نعم. لماذا؟ لأننا نحن ننظر الآن إلى هذه القصة التي ذكرت وما ذكر في الآيات نجد فيه تطابق وتوافق، صحيح، بمعنى أنه لو افترضنا جدلا أن الآيات نزلت قبل ثم حصلت هذه الحادثة فطبقوا الآية فهذا صار من باب التفسير، أو كان هذا الحدث موافقا لهذه الآية مثل ما هو وارد لنا في الحديث فيكون سبب النزول وهو أيضا إيش؟ تفسير، نعم. فكل ما درنا هذا الموضوع من جهة فإذا له ارتباط وثيق بالآية يعني قطعا، نعم. طبعا في من الفوائد اللي ممكن ننتبه لها في الأثر وهو قول أبي عياش كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، بعسفان. إذن هنا حدد المكان، يعني ممكن نقول إن هذه الآية مكان نزولها كان بعسفان. وهذا يستفاد كأنك تشير دكتور مساعد إلى أنه يمكن تتبع الآثار الواردة في سبب النزول مثلا، نكون منها خريطة تاريخية لنزول القرآن، صحيح، يعني بمعنى أنه الآن عندنا ممكن ما نقول عنه علاقات أنواع علوم القرآن بعضها ببعض، يعني مكان النزول علماء السلف كان لهم عناية به، يعني علماء السلف كلام عناية به، وهذا مثال أنه حدد المكان، مثل عمر الخطاب لما قال يهودي آية عليكم يا من المؤمنين نزلت علي أن لو نزلت فينا معشر يهود لجعلنا يومها عيدا، نعم، قال وما هي؟ قال يوم أكملت لكم دينكم، قال والله إني أعلم أين نزلت، نزلت على رسول وسلم عشية عرفة وهو على على يعني جمله، وذكر الحادثة. فإذا حدد المكان وحدد دقة يعني بالدقة الزمان الدقيق الذي كانت نزلت فيه هذه الآية. فإذا العناية بالمكان هي يعني مثل العناية بالزمان، صحيح، وكل واحد منهما له مكانه، صحيح. ولهذا الدارس في علوم القرآن حينما يأتي القضية المكي والمدني مشكلة طريقة عرض المكي والمدني جعلت الدارس للمكي والمدني لا يعتني بالمكان، ولهذا نحن درسنا
ونظرنا يعني كم ما شاء الله درسنا من أو قرأنا من كتب ما تجد أحد يعني بالمكان يرجح الزمان ويغفل إيش؟ أصبح الحد في المكي والمدني زماني. والنظر ليه الزمن مع أن الكلمتين مشعرتين بالمكان بالدلالة الواضحة على المكان المكي والمدني صحيح. وتطبيقات السلف كان مختلط فيها الزمان والمكان يعني صحيح. ما كان فيه فصل بينهما يعني ما جاء الفصل عند بعض المتأخرين من أتباع التابعين ثم استقر أو أقره أكثر ابن عطية ثم تأثر من جاء بعد ابن عطية به فاستقر كأنه اصطلاح أنه ما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني أنه هذا هو الاصطلاح إيش المشهور أو الاصطلاح الراجح مع أنه الحقيقة لا كل واحد له تطبيقاته وهذا مثال الآن عندنا وفي أمثلة كثيرة طبعا هنا كما نلاحظ عفوا دكتور مساعد نعم. قبل أن تتجاوز هذه النقطة هذه النقطة حقيقة راقت لي وهو أنه ممكن صياغة رسالة علمية بحث علمي حول تتبع أماكن نزول القرآن الكريم وتأثيره في الحكم الحكم الشرعي نعم الحكم يختلف في يعني في ما نزل في مكان في ظروف معينة هل يعمم أو لا يعمم له تأثيراته ولا تأثيراته أكيد الباحث إذا بحث وركز على هذه الفكرة قد تظهر له فوائد متعددة يعني نحن الآن قد يكون نحن عندنا يعني الموضوع غفل بالنسبة لنا جديد هكذا برز لكن إذا ركز الباحث بحثه فيه فأنا لا أستبعد أنه يستخرج جملة من الفوائد يعني جملة من الفوائد وسيستخرج خارطة تاريخية نعم الخارطة أيضا سهلة ويسيرة بمعنى أنه ممكن يضع خارطة الجزيرة العربية ويضع فيها أماكن الآيات أين نزلت صحيح. طبعا على حسب ما هو منصوص عليه صحيح يعني على حسب ما هو منصوص عليه طبعا احنا لا نريد أن يعني نستطيع نطيل في هذا الموضوع طبعا وفي عندنا في القسم يعني قدمت يعني رسالة بهذا العنوان اللي عن مواطن النزول تنزلات القرآن ايه نعم ولكن عاد يعني هل سيبحث فقه هذه المواطن أو لا لا أعرف لكنها فكرة جيدة وأيضا حتى فكرة الخريطة خريطة لها صحيح. ستكون واضحة وأنا اللي أذكرنا موجودة في يعني ضمن أفكار الرسالة اللي هي الخريطة من الفوائد الحقيقة اللي أيضا يعني يحسن أن تبي لها لما قلنا قضية كيف يعني استقوا من السياق قضية النزول لعبارة فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر. والعصر طبعا لا يلزم أن يقول المفسر من المتقدمين سبب نزول هذه الآية كذا طبعا لأنه لم يرد عندهم البتة يعني في جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين ما كانوا يقولون سبب نزول هذه الآية كذا يعني لفظة سبب هذه هذا لفظة سبب جاءت متأخرة كان اصطلاح الدائر على ألسنتهم فنزلت نزلت النزول نعم ولهذا نزول القرآن يعني إذا كتب يكتبون نزول القرآن وأنا أذكر أني يعني سألت أحد الباحثين بحث في علي بن المديني يعني بحث عنده في علي فسألته هذا السؤال هل وقفت على تسمية علي بن المديني لكتابه اللي يقول أنه أول ما كتب في أسباب النزول علي بن المديني أنا سألته هل وقفت على اسم الكتاب يعني من خلال ما بحث قال والله ما كان لي به عناية لأني أنا في نفسي شيء أنه يكون عبارة علي المديني مثل عبارة السلف نزول القرآن ما تكون أسباب النزول يعني لفظة أسباب أو سبب هذه يبدو لي أن جاءت متأخرة ربما الأصوليون لهم دور كبير فيها ممكن يعني هل يعني إذا أطلقنا السبب بالمعنى المصطلح الأصولي ما يلزم الوجود الوجود اي نعم وما إذا انتفى يعني ينتفي أنه إذا ما نزل نعم. إذا لم يوجد هذا السبب لم توجد الآية نعم هذه الإشكالية ربما هذه الإشكالية أي. صحيح وهذه أحدثت يعني لفظة سبب أحدثت إشكالا ولهذا كثير من المتأخرين حينما يعالجون أسباب النزول يعالجونها بهذا المنظور فتقع إشكالات ومن مثل الإشكالية ذكرنا قبل قليل أنه هؤلاء المفسرين لم يعدوها سبب لا ما قالوا ليست سبب النزول يعني لم يغفلوا على أنها سبب النزول أي نعم بالعكس أي. وإرادهم لها بهذه الطريقة فيها إشعار بأنها إيش سبب نزولها وإن لم ينصقوا سبب نزول هذه الآية الطبري أحيانا يقول والسبب الذي من أجله نزلت مثلا صحيح. فينبه على هذا نعم. أو يقر في من نزلت عبارات من هذه نعم قد ينص أحيانا وأحيانا قد لا ينص لأنه في الغالب ينص إذا ورد خلاف أنه السبب نزلت من أجله فيورد خلاف أنه بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا لكن مثل الآية ما في خلاف أنها نزلت بهذا الشأن نعم نعم
في ايضا من القضايا اللي ممكن يعني ننبه عليها وهي خارج اطار السبب لكنها مرتبطه بالسبب، والفقهاء خاصه اذا جاءوا يتكلمون عن وجوب صلاه الجماعه وغيرها ينبهون على هذا يعني على هذه القصه اللي هي ما يسمى بصلاه الخوف. صلاه الخوف، انه في صلاه الخوف لها صيغ متعدده، من هذه الصيغ الجماعه. لاحظوا انه لو صلوا فرادى هي احد انواع صلاه الخوف، ومع ذلك نجد انه من حرص الله سبحانه وتعالى على ان تؤدى هذه الصلاه جماعه ان حتى في هذا الموطن، وموطن صعب، وموطن صعب جدا، وموطن مواجهه، ومع ذلك نجد انه يعني ذكر صفه الصلاه جماعه كيف تكون، والصحابه نقلوها، وهي كما قلنا احد الصور، صور صلاه الخوف متعدده، ومنها هذه الصورة الموجودة عندنا في الآية. شيخ، يعني هذا حقيقة إشارة مهمة جدا، هذه الإشارة تؤكد أهمية صلاة الجماعة أنه ما تسكت مثل ما ذكرت حتى في مثل هذا الموطن الصعب جدا الذي يكون من العدو. أيضا هناك إشارة في الحديث حينما قالوا فنزل، حينما قالوا تأتي عليهم الآن الصلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. وهذا كلام من؟ كلام واحد كافر. نعم. مما يدل على معرفة الكفار بأحوال المؤمنين وتفاصيل أمورهم، وأيضا تقدير قيمة الصلاة. نعم، وهذا فيه نعم، وفي تقدير لقيمة الصلاة. يعني إن الآن قد يقول قائل، وهذه مسألة نلفت لها، قد يقول قائل يا أخي هذا كلام كافر، أنا كيف أصدقه؟ هو الإقرار الوارد عليه هو دليل صحته. صحيح. وصدقه. نعم، يعني دليل صحته وصدقه، فهذه فائدة. وفائدة أخرى هي معرفة هؤلاء الكفار حال كفرهم مثل خالد بن الوليد وغيره لما كان كافرا، معرفتهم بتفاصيل أحوال المؤمنين. وهذا الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها، أن مشركي العرب خصوصا قريش، يعني خصوصا قريش، لم يكونوا يجهلون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه، بدلالة أنهم عرفوا قيمة هذه الصلاة. صحيح. عند المسلمين. صحيح. فإذا كانوا عرفوا قيمة الصلاة عند المسلمين فما بالك بغيرها. صحيح. ولهذا نحن ممكن نتخذ مثل هذا في حال المناقشات العلمية، أنه لا يمكن، يعني لا يمكن أن يرد في القرآن شيء ويكون للمشركين أو الكفار اعتراض عليه ولا يذكرونه. ولهذا هم ذكروا اعتراضات، ولكن هناك اعتراضات يذكرها بعض المتأخرين، نقول لا، هذه لو كانت هذا وكان هذا وجه اعتراض، كان اعترض عليه أبو جهل واعترض عليه فلان من الكفار، وهذا ما أبه لهم، ما يدل على ليس على وجه الاعتراض. صحيح. مثل ما يزعمون بعضهم يقول لك في القرآن أخطاء نحوية مثلا، نقول لو كان في أخطاء كما تزعم أين صناديد قريش عن هذه الأخطاء؟ جهابذة اللغة العربية. أي نعم، وساطينها. نعم. أي نعم، لو كان أخطاء ما كان أول من يبرزه هؤلاء، فهذه فقط أخذناها من معرفة دقائق أحوال هؤلاء، يعني حتى الكفار عارفين كل ما يتعلق به المؤمنين من هذه الجهة. نعم، طبعا وهو إشارة واضحة وأكيدة إلى قيمة الصلاة عند المسلمين. صحيح. وخاصة صلاة العصر. نعم. وهم يعرفون يعني معرفة دقيقة بأن قيمة صلاة العصر عالية جدا، ورب يعني أكيد أنهم استمعوا لآيات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. نعم. طبعا في أيضا من الفوائد التي أشار إليها أو الأثر، انه يعني كم مره صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه. اللهم صل وسلم. في اخر الاثر ذكر انه مر بعسفان ومر بارض بني سليم، يعني مما يدل على ان صلاه الخوف يعني وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني مره في هذا الموطن ومره في موطن. نعم. اخر، لكن الموطن هذا اللي عسفان على الاقل هو افادنا فقط بانه نزل في هذه او في هذا المكان، او هذه الايه نزلت في هذا المكان. طبعا من الاشياء المتعلقه بالسبب انه في كلام عن هذا الحديث من جهه ايش؟ من جهه الروايه. نعم، سنده. اللي هو من جهه السند، لانه مجاهد يرويه عن ابي عياش. نعم. ومجاهد قيل لم يلقى ابا عياش. نعم. فبناء على هذا يكون في انقطاع من مراسيل مجاهد. اي من مراسيل مجاهد. نعم. هذا الانقطاع هنا كيف نتعامل معه؟ لو نحن سنحكم حديثيا نقول والله انقطاع اذا لا يقبل، العلماء لا يتعاملون بهذا الطريق. صحيح. هذا تنبيه مهم جدا. اي نعم، بدلاله ماذا؟ بدلاله ان علماء التفسير فيهم من هو محرر في الحديث وصاحب بصر في الحديث، ومع ذلك لم يعترض بهذا الاعتراض. البغوي اورده، والطبري
بن أبي حاتم نعم. جماعة من أهل نعم. العلم ابن نعم. كثير إلى آخره، جماعة من الذين لهم بصر وعناية بالحديث ذكروه مستشهدين به ولم يأبوا لهذه العلة. ولهذا نقول إن نأخذ هذا الأثر مع قرائن أخرى فقبلناه، وليس لا نأخذه بمجرد السند، وإنما مع قرائن فقبل، وهو مهيع واضح جدا في أسباب النزول. ونختم بهذا القضية في أنه تعامل مع الروايات الواردة في التفسير ليس كمثل التعامل مع الروايات الواردة في الحديث. نعم كما أشرتم. جزاكم الله خير دكتور مساعد على هذا البيان، وشكر الله لكم ونفع الله بعلمكم. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أشكر لكم حسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهل والكفر والزور أمسك ما الليل تيجو، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور. الجهل والكفر والزور أمسك ما الليل تيجو، وأشرق الوحي حينا بالخير.